الحياة فام، الحياة فام، زهرة الحياة. عندي بريسك معناته 17 سنة بطالع. احنا تقريبا نعتبر معناها من الجيل القديم، معناتها ما نجموش نسلموا كونه معناها نبقوا بطالة ولا باش نبقوا معناتها في بعاد على معناها جلب الرزق وغيرها. ليه 17 سنة بالحق بطال؟ انا شوف راهي المسؤولية مش سهلة، المسؤولية اخويا والله لا هي سهلة. راه وقت اللي تروح لولدك وما تلبيلاش حاجاته ولا الدار ولا الأسرة متاعك للمرأة متاعك ودارك وتوفر لهم يعني العيش لأجل العيش، العيش لأجل العيش، الاستمرار في العيش، متطلبات بسيطة. ما حبيش نقعد بطال ومانيش باش نقعد بطال بحول الله، لكن أنا ماذا بيا؟ أنا مش أنا نحب خدمتي ونحب اختصاصي، يعني هذاك اللي حبيته وهذاك اللي دفعت عليه دم قلبي وسهرت عليه ليالي وصرف عليه بابا وامي توفيت وما فرحتش بيا وبابا يعلم بيه ربي يستنى فيا لتوا بابا لحد هذه الساعه يقول لهم انا ما مشاكش مكان على رضا. علاش؟ على خاطر رضا ما تحصلش على خدمه. لكن مع ذلك ما وقفت، صحيح نخدم بالقهوه، صحيح نمشي ندبر راسي معناها في اي خدمه كيكون، لان خدمه النهار ما فيها عار، وانا راني مستحيل كان ناقف على خدمه بركه معناها. راه صدقني تراني توا نخدم قهوه، مرات حتى يغيب واحد من زملاء صناع معايا، انا نعمل دوبلاج حتى لنص الليل، يعني تصور انت من 4 تاع الصباح حتى لنص الليل ونعاود الكره نجي 4 تاع الصباح، يعني من اجل شنو هذا؟ لانه حتى الاجر معنا ما وصلش، ما بقاش واقف ومانيش وما مطور، يعني مانيش باش نسلم بحقي انا وزملائي من كامل تراب الجمهوريه اللي تطلب طلبتهم. وانا من منبر هذا نعاود ونجدد ندائي وطلب لرئيس الجمهوريه، رانا مانيش مسلمين، رانا نطالبوا بمرسوم رئاسي ينصف اللي طالب طالتهم 10 سنوات فما فوق. نقوم الصباح مع الماضي 3:30 بالضبط، نجي على الصباح على رجليا، نحل القهوه، نفتح ونقول يا ربي العبار عليك، نتوكل على ربي، نخدم على روحي. الماضي ساعتين بحول الله يعني نكمل خدمتي، نحاسب نروح. ساعات يبدا عندي معناها باش نعوض زميلي ولا حاجه، نبقى سير لو شون ومشكور معناتها العرف معناها يخلينا معناها وين نرتاح، وين نرتاح هكا الساعتين نرجع نجدد الخدمه. من 4 حتى للنص الليل، نص الليل ونص نروح. ما لا ولا يصدقني مرات نروح نلقى ولدي راقد معناها يستنى فيا، ظل يكلمني بابا يجيب لك الحاجه، بابا يجيب لك الحاجه، نروح نلقاه راقد. انا مثل قديم يقول لك احفظ مترك. احنا زاده هنا في انتظار حقنا، انا قاعدين نتعلموا، وانا راني ريتها والله تو هاني صنعت القواجي حفظتها بكدي بكدي، ومستعد نحفظ الخباز، ومستعد نحفظ الحجير، ومستعد نحفظ اي حكايه، لكن اعطيني شنو هو؟ لكن ربي يعطينا الصحه ان شاء الله. جاء ثم صحه ومعناه عديناش اعمارنا 25 سنه قرايه، والله كنا نعملوا مخي، والله لا نستنوا الدوله حتى تعطينا ولا توظفنا ولا تعمل، لكن العمر تعدى 42 سنه والمشي 42 سنه والمشي. ان شاء الله ربي قدرنا، ان شاء الله ربي قدرنا. احنا ماناش نعيشوا لارواحنا، راهو انا نعيش لاسرتي. نحب نراهم سعداء، نحب نراهم يعيشوا كيما غيرهم، ولدي نحبوا يقرا كيما ولد الناس، ونحب نعيشهم في مستوى اللي يحبوا عليه هما. هذيك هي غايتي، راه ما عنديش غايه، لا انا باش نلمها مليارات، ولا انا باش نلم فيلات وعقارات وغيرها، لا يا سيدي والله لا، حاجتنا ضمان الحياه واستمرار في الحياه. هو ثم مثل يقول لك اخدم مسوردي وحاسب البطال، شباب المعطل على العمل، انا والله خاصه انا نتوجه للفئه اللي ممكن عندهم تكوين مهني، ربما عندهم تكوين معناتها في صنعه معينه، حتى اللي اصحاب الشهاده العليا راهو ماذا بينا، راهو يلزمنا نتحركوا تو، ما نخلوش رواحنا هكاك، راهو على الاقل ما نستنوش واحنا نحلموا، على الاقل نحلموا واحد نخدموا كما يقولوا فيها، يعني نشقوا الليل وفيدنا حجره، يعني ديما عندنا سلاحنا في يدينا كونا ما نهبطوش تحت السفر غير مره. انا نتوجه بالحق خاصه شباب القروان لهنا اللي كونوا عنده ما يقول في روحه راهو، وراه هذاك عليه ساعات تلقى ديما شباب خاطر يلزم يعني يحكيوا لبعضهم ويلتجئوا للحرقه ويلتجئوا لبرشا حاجات، وهذه حاجه راهي عندنا القروان بالحق، راهي صدقني بلاد البركه غير مش مفايقين بها والله العظيم. البلاد هذه لو كان تخدمها وتعطيها من مجهودك انت لو حتى ولو تكون صانع في مجال معين، والله تعطيك الخير والبركه من غير ما تشعر، صدقني. وهذاك واحنا مش كل شيء نهض به، انا نتوجه للشباب انهم ينهضوا بالبلاد هذه
كونه كل واحد بالحق يسعى لأي عمل، المهم يكون عمل حلال ويكون عمل بعرق الجبين. الحياة فهم، الحياة فهم، زهرة الحياة.